انت هتبقى واقف هنا وتنفذوا اللي اتفقنا عليه، بس اهم حاجه تظبيط الوقت يا حلمي. انا معتمد عليك في الحكايه دي. ما تخافش، هي دي اول مره. اول مره يكون فيها هشام. ما تخافش، بمشيئه الله هيبات في فرشته الليله. انا بقى هاجي من هنا. حلمي ايه ده؟ تخضيتوا كده ليه؟ هو حد برضه يشوف القمر ده ويتخض؟ هتقعد بقى تقول لي قمر ومش قمر يبقى فيها حاجه. رحيم، هو انت بتمضي بابا على شيكات؟ شيكات؟ هو احنا حلفنا اي حاجه عشان يمضينا عليها؟ تبقى ورقه اعرف فيه، صح؟ انا بقى هقول لحنان. حنان بنت ريم، ريم ريم عايز يتجوز عليك. ريم ريم مش عايز هزار. الله، انت عايزه تودينا في داهيه؟ انت مش عارفه ان امك رايحه منها؟ طب خلاص يا جماعه، يا دكتورين تعملوا ايه؟ لا تسكت بنتك يا حلمي. على فكره انتوا فاهميني غلط خالص، انت فاكرني عبوده ولا ايه؟ ريم بلاش دلع، رحيم مش فايلك. انا هزعل وهجيب ناس تزعل. طب اقول لك على حاجه، انا عايزك تاخدي بعضك والناس اللي انت هتجيبيهم وتروحي تزعلي هناك جنب الحيط. ريم اخلصي، انتوا قاعدين في اوضتي. بجد اخلصي، احنا مستعجلين وعايزين ننزل. وشوف انت كنت جايه ليه. ماشي، 50 جنيه 50 جنيه وتوزع. لا اخلصي بجد، سأرحل وستندمون انتوا الاتنين. طب يلا يلا بقى. ماشي، شكرا. كنت جايه اخد حاجه من اوضتي اللي انا مش عارفه اتهنى فيها بسببكم. والله كبرت يا ريم. فين ايام زمان؟ كدبيليه صغيره كده، فاكر نقعد نحدفها لبعض وامها تقف في نص الصمت. طول عمرها مجنونه. على فكره انا كبيره من زمان، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم مني. ريم يلا بقى ذوق عجل. ماشي يا حلمي، اوعى تفتكر ان انا خلاص كده، انا هرجع لكم تاني. ريم خلاص، ربنا يخليها لك. عقبال ولادك لما يجروا حواليك كده ويرخموا عليك. داليا تلبس قضيه مخدرات؟ طب ازاي؟ هي عندها سوابق قبل كده؟ لا يا فندم، صفحتها بيضاء، بس انا اعتقد ان هو رحيم، يعني مش هم كانوا مع بعض قبل ما تسجن؟ وهو مخرج لها مخطوبه لواحد تاني. لا رحيم ملوش يد في الموضوع ده، ما اعتقدش. معقول يعني الرئيس تبقى صدفه؟ صدفه ولا مش صدفه؟ ما اعرفش هي قعدت كده ليه؟ قفل الضبه مفتاح. والله يا باشا هي طول عمرها كده. عايزك تروح لظابط القضيه دي وتساله ايه اللي حصل بالظبط. تحريات ولا بلاغات ولا ايه في ايامهم السودا الميله ب 60 نيله دي؟ امر ما عليك. بطل سجاير عشان صحتك. لا مؤاخذه يا رئيس. اتفضل يا باشا. داليا وقضية مخدرات، حاجات عجيبة وغريبة جدا. داليا مخدرات. ماشي، بس هوصل. عايز كل حاجة ترجع لمكانها. إخواتي، أصحابي، رجالتي، علشان كل حاجة ترجع زي ما كانت، كل حاجة لازم تتعمل صح. علشان يوم ما رحم السوفي هيضرب، الكل هيقع.
بقول لك يا الشبح، تعرف ارض ابو علبه؟ ابو علبه؟ قال لك فين يلا؟ ما يعرفش ابو علبه. في ايه؟ تعالي في ايه بس؟ فين تفتش الاسم؟ رايجة حايزة ولا جاي تاني؟ يلا افتح الباب. مفيش يا اختي، احنا كلنا غلبة زي بعض. تعالي اقعدي جنبي. قلت الرجالة تقعوا المكان؟ ما تقلقش، الجنينة مترشقة بالرجالة بتاعتنا. مفيش غير الممر ده. خد بالك رحيم. خليه على الله. حلمي، لف وقابلني من الناحية التانية. يلا بينا بسرعة من هنا يا رجالة. نورت يا رحيم بيه. ما تتهورش يا رحيم بيه، اخوك في ايدي. رحيم، هشام، هشام، رحيم. هشام، 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 هدينا على سلامتك هشام. Thank you.
دل على سلامة أخوك، بس خلي بالك من سلامة الباقي.